جاءت استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الثلاثية البحرينية الأمريكية الإسرائيلية لتعزيز التنسيق في إطار سعيها لدعم كل ما يمكن أو يسهم في ترسيخ أسس السلام في المنطقة ويعزز من استقرارها بما يخدم تطلعات دولها وشعوبها نحو التقدم والازدهار. لم تألو مملكة البحرين بلد التسامح والتعايش والانفتاح على الأديان والثقافات جهداً في سبيل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة لصالح الدول ومستقبل الشعوب في إطار رؤيتها للسلام خياراً استراتيجياً. ويؤكد إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط وبما يضمن تعزيز وأنجاح الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية باعتبار ذلك السبيل الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وتستند رؤية المملكة إلى التجارب التاريخية التي تؤكد أن التعاون البناء والمثمر هو السبيل الفاعل لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره وتحقيق الآمال والطموحات المنشودة على كافة المستويات والأصعدة. إن إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل وما تم من توقيع لمذكرات تفاهم في عدد من المجالات تؤسس لتعاون ثنائي مثمر بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يمكن ويسهم في ترسيخ أسس السلام في المنطقة وفق رؤى مملكة البحرين. وكانت إحدى ثمرات الاجتماع الذي ضم مسؤولين من مملكة البحرين ووفودا من الولايات المتحدة ودولة إسرائيل التوقيع على بيان تاريخي مشترك بين البحرين وإسرائيل حول إقامة علاقات دبلوماسية إذ يعد إيذانا ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين.